انا بسم الله على بركة الله الاخوات، غندير معكم واحد الماسك البنات خاص بالشعر وداعي للشيب. اول تجربة غتجربوه غادي يعجبكم ان شاء الله، بدون صباغة. انتم ما عليكم غير تابعوا الفيديو، المهم غنذكر معكم المكونات والوصفة. المهم هنايا بيضة كما كانت، غير انا عندي بيضة بلدية صافي، غنحتفظ بابيض البيض هنايا وصفر البيض غنديرو هنايا. شويه كاع بدات البيضه، ما عرفتش شنو فيها هذا، شتو تربيه وشي وليد ولا ما بقى مزيانه، بقى مزيانه البيضه، غنديروها غير الشعر بقى مزيانه. قهوه سريعه الذوبان، غندير منها واحد المعلقه بقات شادين نيت. نديرو القهوة سريعة الذوبان، القهوة راه زوينة تغليوها كاع وتشتيها للخر ديروها لشعركم، كتخلي الشعر زوين القهوة. المهم صافي هاد المكونات غادي نضربها مزيان، نخلطها حتى تذوب ليا القهوة مع البيض. هاد الوصفة يا البنات غزالة والله، حسن من هادوك الصبايغ اللي غنديرو لشعرنا وغيضروهم. هاد القهوة وهاد المواد كلها صحية. صافي طريقه زوينه البنات، شعرها طويل دير جوج بيضات وش معلق ديال القهوه، وعاد غنديروا المكونات الاخرين. عن الخل الابيض، الخل الابيض البنات غنديروا معلقه، بقى القرعه جديده بقى ما حليتهاش. الخل الابيض البنات غندير معلقه، ها هي ندير زيت الزيتون، زيت البلديه زيت الزيتون حتى هو راه زوين للشعر، معلقه حتى هو صافي. وغادي نضرب هاد المكونات كامله حتى تجانس ليا مع بعضياتها. والله الا وصفه غزاله يا البنات، نتوما جربوها نتوما ديروها. المهم انا غنحطها لكم، تفاعلوا مع الوصفه، راه كما قلت لكم تتفاعلوش مع الوصفات بحيك غير طبيعيين وزوينين، ما فيهم حتى شي حاجه اللي غضرنا وغضر الشعر ديالنا، وغير فيهم غير نفع منفعين بزاف. هانتوما صافي غادي نمعك هاد المكونات كامله مزيان حتى ما يبقاوش لنا دوك الحبيبات، ويتخلط لينا الخليط مزيان. ونديروها البنات الشعر ديالنا، شدوا الشعر ديالنا المشطوب قبل ما ندخلوا ندوشوا المشطوب، مشطوب هو يا ناشف ماشي المشطوب هو فازك. ونديروا هاد الوصفه نطبقوها على الشعر ديالنا كامل، كاع البلاصه اللي فيها الشيب والبلاصه اللي، وتتعطي حتى من غير الشيب هادي، تتعطي حتى اللمعه للشعر. والله ما نقولش لكم البنات الشعر تتخليه زوين. صافي ونخليوه مده 20 دقيقه ونوصلوا الشعر ديالنا عادي بشابه اللي مولفين نديرو عادي. انتم الاخوات انتم فن 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 هاد الوصفه. حتى اختي البارح كنت هضره معاها وقالت لي درت واحد الوصفه زوينه، قالت لي تخلي الشعر حتى 3 شهور قالت لي يبقى اللون فيه. دابا حتى هي غنقول لها تعطيني الوصفه وننزل لكم ديال الشعر حتى هي، غير تفاعلوا مع الوصفه. هانتوما شفتوا هي الطريقه، ها هي. ايوا انتوما اللي تفاعلتوا مع الفيديو وشجعتوني والقناه زادت القدام وتفاعلتوا مع الفيديوهات ديالي، علاش البنات ما نبانش معاكم؟ انا دابا ما تنبانش معاكم، ولكن الا تفاعلتوا مع الفيديوهات وكبرات القناه علاش ما نبانوش؟ كمشى ليا الصوت ما عرفتش علاش ما نبانوش معاكم ونديروا الوصفه. انا المهم انا غنديرها للشعر ديالي كما قلت لكم البنات، هذاك بيض البيض راه ما غاديش يضيع. المهم البنات وندير الوصفه ديالي للشعر مدة 20 دقيقة، وندير عليه واحد السلوفان، ومن تكمل 20 دقيقة نغسلو عادي وندير دي شابان ديالي اللي موالفة تندير. هادي هي الوصفة البنات، هادي هي الوصفة غزالة يا البنات رائعة. غتقولو للشيب وداعا وداعا وداعا، بمرة بمرة غتقولو للشيب ديال الشيب وداعا البنات. والله ما نقولش ليكم الوصفة غزالة تبارك الله. ايوا البنات هادشي اللي كاين، ما تنساونيش من لايك وتشجيعات،
الله يخطيكم والبارطاج كما تنقول لكم باش كلشي يستافد من هذه الوصفه. راه الاستفاده هذه القناه والله الى قناتي ديال الاستفاده. ايوا خليتكم على خير وما تنساونيش. السلام عليكم. نتمنىكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله بحول الله. خوتي وخواتاتي نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه يا البنات ديال خاصه بالشيب ولا مع الشعر. وغتقولوا وداعا البنات وداعا للشيب وداعا وبدون صبايغ بدون شي حاجه اللي تضر لينا الشعر ديالنا. وصفه طبيعيه 100% مكون المكونات ديالها كلها في البيت. يلا خليكم معايا وتابعوا الوصفه من البدايه حتى النهايه وغادي ان شاء الله تعجبكم وبارطاجيوها مع الحباب والاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد منها. ندوزوا للطريقه ان شاء الله. الله يخطيكم عليا نجيب لكم وصفات طبيعيين وصحيين. ما عليكم غير شجعوني ان شاء الله باش القناه بكم نتوما غادي تكبر ان شاء الله.